خويا بعد ما تحل باب الحد الحمد لله كاين واحد الارتياح كبير هنا ديال التجار. بعد ما كانت ازمه كبيره قبل ما يتحل الباب، يعني هذا الباب هذا هو القلب النابض ديال المدينه القديمه. ملي تحل راه الحمد لله انت كتشوف هنايا كاين السياح ولاو كيدخلوا من باب الحد، كاين واحد كاين باركين هنايا سوتيران كاين كيطلعوا الناس كيدخلوا مع باب الحد. من قبل كانوا الناس كيتعدوا كيدوروا من الليل ما كيلقاوش ما كيعرفوش من يدخلوا للمدينه القديمه، حتى الباركينغ راه عاد مؤخرا باش دار. والحمد لله دابا كاين واحد الرواج كبير في هذا الصيف هذا، وحنا كنشكروا السلطات اللي دخلات باش تحل هذا الباب، لان عنده واحد البعد تاريخي هنا بالنسبه حتى للسكان هنا ديال المدينه القديمه، وحتى المواطنين كانوا كيتكرفصوا هنا كيضربوا الدوره ملي ما كيلقاوش منين يدوزوا. الحمد لله كاين واحد التحسن، كانت تما من قبل كانت مكرفصه الدنيا تما، كانوا كيدوزوا المواطنين ما كيقدوش يدوزوا، كانت الريحه خايبه. دابا الحمد لله كاين واحد الاصلاح، يعني حتى داك السور عطاوه واحد الحله زوينه، وحنا ماذا بينا يديروا واحد التصاور يعني ديال المدينه القديمه ديال الرباط كيفاش كانت وهذه الداخل، باش منين يجوا الزوار ديال المدينه ديال الرباط يعرفوا التاريخ ديال المدينه ونعرفوهم بالحضاره ديال المدينه ديال الرباط، لان حتى هي راه مدينه عريقه من بين المدن العريقه هنايا يعني.